تونس تحتفل مع سائر الدول الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، وصفاقس تنظم تظاهرة إعداد أكبر عصيدة. مشروع إنتاج اللحوم البيضاء في تطاوين يواجه صعوبات عدة رغم انطلاقه في ظروف طيبة. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر التحرك الفلسطيني للانضمام للمحكمة الجنائية سيؤثر على المساعدات الأمريكية. نشرة الظهر للأخبار، أهلا بكم. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. هذه المناسبة التي تحتفل بها مختلف الجهات وتستعد لها من خلال تنظيم ملتقيات دينية ومسابقات وطنية للمدائح والأذكار التي تتغنى بشمائل النبي الأكرم. في هذه المناسبة أيضا تتزين الجوامع الكبرى لاستقبال زوارها من داخل البلاد وخارجها، على غرار جامع عقبة بن نافع بالقيروان الذي احتضن مساء أمس موكبا دينيا خاشعا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف، حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو وكاتب الدولة لشؤون الخارجية فيصل قويعة ووالي الجهة محسن المنصوري. وتشهد عاصمة الأغالبة بمناسبة المولد النبوي الشريف ورغم برودة الطقس أجواء دينية مميزة من خلال فرق السلامية والإنشاد الديني التي انتشرت في عدد من ساحات المدينة ومساجدها. وفي صفاقس وبمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف أقام نحو 4000 شخص تظاهرة إعداد أكبر عصيدة. ولإعداد هذه الأكلة التقليدية تم تخصيص 150 كيلوغرام من السميد، ساهمت في إعدادها 40 امرأة من مختلف جهات ولاية صفاقس. بلغت نسبة إنجاز المشاريع في ولاية تطاوين في مختلف القطاعات 23%، ويعتبر مشروع إنتاج اللحوم البيضاء في منطقة سمار من بين هذه المشاريع التي تشهد بدايات مشجعة رغم وجود صعوبات عدة على مستوى البنية الأساسية والطرقات. هو المشروع الفلاحي الأول المختص في إنتاج البيضة الذي ينجز بمواصفات تقنية وفنية حديثة غير معتمدة سابقا بجهة تطاوين، أنجزه باعثان من أبناء تونس المقيمين بالخارج في منطقة قلب الرخم بمعتمدية السمارة باعتمادات ذاتية، وينتظران دعما من سلطات الإشراف واستكمال تدخلات الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية. مشروع فيه 12000 طير دجاج، وفيه انتاج البيض 3500 بيضه في النهار، تمويل ذاتي كل من حاجه بسيطه من الأنبياء. شنو تو احنا قريب 700 مليون ما نقيناش منه حتى 27000 ما نقيناش بالضوء بالماء بكل، حتى الماء تكلفنا غالي. مشروع السي الهاشمي هذا مشروع دجاج البيض بقيمة استثمارات تقريبا في حدود 500000 دينار، اللي هي معناها تم إقرارها عن طريق اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات، مسندة لي حوالي 60000 دينار منحة الدولة. المنحة هذه تحصل منها هو الباعث هذا على حدود توي لحد الآن 31000 دينار، وعنده قسط آخر في انتظار أنه يقدم فواتير شراء الدجاج، وتبقى المكونات اللي هي معناها مقرة للامتيازات وما زال ما تمش إنجازها، في ريثما يتم إنجازها معناها أول بأول يتمتع بالامتيازات متاعينها. البنية الأساسية ولا سيما الطريق الواصل إلى هذا المشروع عائق كبير برأيهما. نمشي في 6 كيلومتر، يعني مرتين في النهار 300 كيلومتر، 300 مرة في النهار، وكل بيست المضبين يعاونون الثقة هذه قلب رخم كرشاو هذه رايحة الأصل. احنا كوكالة في البنية الأساسية ندخلوا إلا في الاستثمارات اللي يقوم بها هو داخل الضيعة متاعها. هو واحد من مشاريع فلاحية عديدة أنجزت في ولاية تطاوين سنة 2014 بنسبة ارتفاع تقدر ب 23% في عدد المشاريع مقارنة بسنة 2013 بحسب مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية تطاوين.
تعزز أسطول النقل الحديدي بأربعة قطارات جديدة دخلت حيز الاستغلال على خطوط الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة. قطارات تبلغ طاقة استيعابها 1700 مسافر في الصفرة الواحدة وبمواصفات عالية الجودة. أربعة قطارات جديدة تعزز أسطول النقل الحديدي لخطوط الأحواز الجنوبية بتكلفة جملية تقارب 44 مليون دينار. هي قطارات على درجة عالية من التكنولوجيا، عربات مكيفة ومجهزة بنظام فيديو للمراقبة ونظام سمعي لإعلام المسافرين، وبطاقة استيعاب تقدر ب 1700 مسافر في السفرة الواحدة. وهذو ما دونك باش نعزوا بهم على خاطر 16 قطار ما كانوش كافيين يعني باش يستوعبوا يعني الترافيك اللي عندنا الكل، ونحسنوا في التواتر سير القطارات في ساعات الذروة، نمروا من 15 دقيقة إلى تواتر ب 8 أو 10 دقائق، خاصة ما بين 6 و8 متاع الصباح وما بين نصف النهار والساعتين وفي العشية كذلك. قطارات أربعة تدعم عمل 16 قطارا مكهربا وضعتها الشركة على ذمة المواطنين منذ سنة 2012، وذلك بهدف التخفيض في مدة السفرة وتكثيف عدد السفرات. يعني بيعلي عندنا حاجة هايلة و ترافي وقته وكل شيء منظم، الحمد لله ان شاء الله يقعد هكا. لازم التونسي يكون واقعي، يكون في المستوى يحافظ على القطار. الشركة الوطنية للسكك الحديدية وبعد أن تولت كهربة الخطوط الحديدية للضاحية الجنوبية للعاصمة على امتداد 26 كيلومترا تواصل تهيئة البنية الأساسية عبر تهيئة مسلك خاص لقطارات الأحواز الجنوبية. المشروع هذا يتمثل في جسر تحتي فيه مسلك خاص للسيارات ومسلك خاص للمترجلين، هما يعني في نفس الجسر. الكلفة الجملية متاعه تقريبا 7 مليون دينار. مولود جديد ينضاف إلى أسطول يحتاج المحافظة عليه واقتناء التذاكر تفاديا لظاهرة التهرب من دفع ثمن التذكرة أو ما يعرف بالترسكيا، التي يتعمد اللجوء إليها أكثر من 30% من مستعملي القطارات. الأخبار العربية والدولية نبدأها من منطقة الشرق الأوسط، فقد قالت مصادر فلسطينية ومصرية إن قوات حرس الحدود المصرية قتلت شابا فلسطينيا بالرصاص أثناء محاولته العبور بطريقة غير مشروعة مع 3 شبان آخرين عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة، وتجري الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة ملابسات ما جرى. قدم الفلسطينيون طلبهم للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ما يجعل من الممكن مقاضاة إسرائيل بشأن أي أعمال تقوم بها على الأراضي الفلسطينية، خطوة أدانتها الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة. سلم رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة وثيقة انضمام دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، وأوضح منصور خلال كلمة له أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أوضح أن فلسطين طرحت كل الملفات التي تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين، مؤكدا أن اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية هو خيار سلمي لملاحقة من سماهم المجرمين الإسرائيليين قضائيا. هذه خطوة مهمة نسير فيها بحثا عن العدالة من خلال الخيار القانوني، وهو خيار سلمي وخيار حضاري. هذا الخيار نبحث من خلاله عن إحقاق العدالة للضحايا الذين قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ إمضاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء الماضي على اتفاقية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى نحو 20 منظمة واتفاقية دولية أخرى، تواترت ردود الفعل بشأن هذه الخطوة من تنديد أمريكي وتهديد إسرائيلي، حيث قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن قرار فلسطين الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية للأمم المتحدة سيؤثر على المساعدات الأمريكية وستكون هناك تداعيات كبيرة لهذا القرار. إسرائيل من جهتها استهجنت هذه الخطوة الغير مسبوقة لما تنطوي عليه من ملاحقة قضائية لمشاريع إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية ولقادة عسكريين إسرائيليين على جرائمهم في الحرب الأخيرة على غزة. هذا وينتظر أن يدرس الأمين العام للأمم المتحدة الطلب الفلسطيني ويبلغ به دول الأعضاء بالمحكمة خلال 60 يوماً.
نفذ الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 23 ضربة جوية ضد أهداف ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، فقد دمرت 12 ضربة جوية بالقرب من مدن كوباني والرقة والحسكة السورية مركبات ومبان ومواقع قتالية للدولة الإسلامية، وأصابت أيضا وحدة كبيرة تابعة للتنظيم. كما استهدفت 11 ضربة جوية في العراق وحدات ومبان ومركبات ومعدات ومخبأ للأسلحة بالقرب من مدن تاجي والفلوجة والموصل. أعلن محامي القيادي في تنظيم القاعدة أبو أنس الليبي وفاته في مستشفى نيويورك أياما قليلة قبل محاكمته. ويعتبر أبو أنس الليبي المتهم في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في إفريقيا سنة 98 و900 و1000 من أخطر العناصر المطلوبة دوليا. أخبار دولية أخرى من الصين وأستراليا وأندونيسيا نرصدها في التقرير التالي. أخبارنا العالمية المتفرقة لهذا اليوم نبدأها من أندونيسيا، حيث تتواصل الجهود حثيثة للبحث عن حطام الطائرة إير آسيا التي تحطمت الأحد الماضي وهي تقل 162 راكبا. وأعلن مدير عمليات البحث والإنقاذ الأندونيسي أن فرق البحث رصدت جزئين كبيرين من الطائرة على عمق 90 قدما في بحر جاوة، مشيرا إلى محاولات لالتقاط صور لهذه القطع. وفي أستراليا يكافح الآلاف من رجال إطفاء حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب البلاد وأجبرت الآلاف من السكان على هجر بيوتهم مع تحريك الرياح للنيران. وقال مسؤولون أن 6 منازل دمرت بالكامل جراء الحرائق، وأن الأمر قد يستغرق أيام للسيطرة على الوضع، خاصة في ظل الظروف المناخية الجافة التي شكلت عائقا أمام رجال الإطفاء الذين يكافحون لاحتواء النيران. وفي الصين لقي 5 من رجال الأطفاء مصرعهم وأصيب عدد آخر عندما كانوا يحاولون إخماد حريق بمستودع في مدينة هاربين الواقع شمال شرق البلاد قبل أن ينهار الطابق عليهم. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية الصينية أن هناك 3 من المصابين في حالة حرجة. قال مدير بعثة الأمم المتحدة لمكافحة الإيبولا اليوم في العاصمة الغانية أكرا، قال إن منطقة غرب إفريقيا ليست قريبة من التخلص من وباء الإيبولا، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة جهوده للقضاء على هذا الفيروس. وقد أفادت أحدث حصيلة نشرتها منظمة الصحة العالمية بأن الإيبولا تسببت في وفاة 7890 شخصا من أصل 20171 شخصا أصيبوا بالفيروس غرب إفريقيا. في الرياضة، استهل المنتخب التونسي لكرة القدم بعد ظهر أمس تحضيراته في المونستير استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق منافساتها في منتصف الشهر الحالي في غينيا الاستوائية. وأقيمت الحصة التدريبية الأولى بمشاركة 16 لاعبا، غاب عنها حسين الراقد وياسين الميكاري ومعز بن شريفية وفخر الدين بن يوسف ويوسف الخزري ويوهان تزجار وحسين ناتر وأنيس بن احتيرة لأسباب مختلفة. عملنا باركور باهي، لازمنا نأكدوه معناها في الكندية. عندنا دي زوبجيكتيف لازمنا نحققوها معناها ونشرفوا الراية التونسية معناها في الكندية. إن شاء الله ربي معنا ونكونوا معناها في حد ثقة الناس فينا، وإن شاء الله ربي معنا. فاز الهولندي جاك لومانس بسباق المرحلة الثالثة لرالي إفريقيا الدولي التي أقيمت أمس في الأراضي المغربية، وقطع لومانس مسافة السباق البالغة نحو 430 كيلومترا في 5 ساعات و20 دقيقة، متقدما بأقل من دقيقتين على الروسي أنتون شيبالوف. وكان الرالي قد انطلق في 28 من الشهر الماضي من الأراضي الفرنسية مرورا بالمغرب وموريتانيا، وصولا في 11 من الشهر الحالي إلى الأراضي السنغالية. Derrière les Kazakhs sont toujours là. Kanatchagirov pointe à 8 minutes 34 secondes. بهذا نصل لختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بعناوينها. تونس تحتفل مع سائر الدول الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، وصفاقس تنظم تظاهرة إعداد أكبر عصيدة. مشروع إنتاج اللحوم البيضاء في تطاوين يواجه صعوبات عدة رغم انطلاقه في ظروف طيبة. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر التحرك الفلسطيني للانضمام للمحكمة الجنائية سيؤثر على المساعدات الأمريكية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.